السلام عليكم شباب، إكمالا لمحاضرتنا السابقة أنه راح نطبق الأمثلة اللي أعطيتكم إياها بالامتحان الشهر الثاني. تو شباب عندنا هاي الأمثلة اللي أعطيناكم إياها كتطبيق إلها، إن شاء الله راح نوجد الحل مالته. تمام شباب، مثلا إيش قلنا إحنا؟ قلنا أول شغلة ناخذ نفتح أنه أي شيء عندي أنا يعني مثل هذا النوت نوت بيت فتحناه نكتب بيه التفاصيل. مثلا جاك هذا السؤال بالامتحان، فاحنا نعرف اكو شي اسمه الافضليات. الصيغه اللي تكتب بيها حرف التي الباور مالته شنو؟ هذا باور شقد؟ 2. خليت هاي بين قوسين. تمام شباب، افتح القوس هاي بين قوسين بس من هذا الجزء. زين هسه هاي تي تربيع خلصنا منها، وراها مضروب بمن؟ مضروب بمن؟ بالكوسين تربيع. اذا شو سواني؟ اكتب كوسين عادي وافتح قوس. طبعا قبل اخلي قوس ليش؟ بعدين راح نحتاجه حتى الربع. فثلاثة تي ثلاثة علامة الضرب تي وسد القوس، هذا القوس قوس الزاوية. تصير المراحلة تحتاج قوس، بعدين احتاج الأس تربيع، راح احتاج اسد القوس. اذا لازم قوس وين قبلها؟ هنا يصير قوس. اوكي هسه اذا نجي نتبع، فعندنا تي اس 2 هاي تربيع، هاي بين قوسين خليناها ما عندنا مشكلة بيها، مضروبة بمن؟ بافتح قوس بما بالكوساين الثلاثة تي، هذا قوسين مال الزاوية وهذا قوسين مال الكوساين قبل التربيع وهذا قوسين ما بعد التربيع. تمام شباب، هذا قوسين ما بعد التربيع مضروبة بمن؟ بالتي تربيع. اذا شو سوى الثاني؟ هذا الصيغة النهاية اللي اكتبها خليها على صفحة. انا شجي اجيابة انه اكتب هاي الصيغة اللي احنا نعرفها دائما مجرد هاي تعريفية المتغيرات، انتر. والله شو اقول له؟ اقول له لابلاس. قلت له لابلاس افتح لي قوس. اول ما تقول له لابلاس افتح لي قوس، شو تروح؟ تروح تحدد هذا اللي سويته كوبي. وراش تسوي؟ تروح ترجع وتدوس في بيست، قل له اغلق القوس انتر. ايش راح يسوي؟ راح يطلع لك النتيجه. ايش راح يسوي؟ راح يطلع لك النتيجه. النتيجه ما اريدها بالصيغه، اريدها بالصيغه الثانيه. يقول لك بسيطه، مجرد شو تقول له؟ تقول له بريتي. شو تقول له شباب؟ قل له يا بريتي انصر، راح يطلع لك الحل. مجرد قل له بريتي انصر راح يطلع لك الحل. راح تشوف الحل هذا مجرد انه للناتج اللي طلع لنا. تمام شباب، الحل هذا هو مجرد الناتج اللي طلع لنا هذا كمثال. زين اريد اطبق غير مثال. مثل ايش؟ مثل هذا المثال الثاني، نفس الحالة بس شو احتاج؟ هذا الكيو والدبليو لازم اكتبهم ويا الاس والتي، بس مع هذا انا ما راح اجيب لك بيها ثوابت هواي، مجرد اجيب لك اذا اريد اجيب لك اجيب لك بيها اي. شو اريد اجيب لك؟ اجيب لك بيها اي. اما يجيك سؤال بهالصيغة مجرد انه تكتب لي اياه وتطبق راسا، او يجيك سؤال بالصيغه انه اللي هي مال اللي بالمحاضرات اللي تعلمنا شلون نحلها. مجرد هاي اضافه وللتوضيح فقط طبعا، واتمنى لكم كل التوفيق. الاسئله ان شاء الله راح تكون سهله وبسيطه، ومجرد انه تطبقون الخطوات اللي تعلمناها اللي هي هذا اللابلاس. وإذا أريد لابلاس إنفيرس مجرد نحط حرف الآي بهذا المكان اللي هو قبل اللابلاس.
أتمناكم موفقين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والمتابعة، بالتوفيق.